واش عمرك لاحظتي ان بعض الاعلاميين والمؤثرين كينشروا نفس الحاجه في نفس الوقت؟ اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. كانت هذه اشهر العبارات التي قالها وزير الدعايه والبروباغندا النازيه جوزيف غوبلز، والتي ظلت ليومنا هذا اشهر وسائل استخدام البروباغندا التي اعتمدت على الكذب، رغم ان حبل الكذب قصير ونجح. فحرب الافكار والكلمات اخطر من حرب الاسلحه، بالرغم من ان البروباغندا تم استخدامها منذ سنوات طويله، الا انها تعد من اقوى اسلحه هذا العصر. فالهدف الاساسي منها هو السيطره على عقول الناس في المجتمع من اجل السيطره على الاوضاع السياسيه، وغالبا ما يروج بهذه الطريقه هي وسائل الاعلام كونها الاكثر تاثيرا على العقول. ومع تطور الحياه اصبحت البروباغندا لا تقتصر على المشاكل السياسيه فقط، حتى بات يتم استخدامها في عدة أغراض، سواء كان من أجل الحصول على الشهرة أو من أجل التسويق إلى منتج معين، لتصبح متعددة الأهداف تتشارك بنقطة واحدة هي السيطرة على العقل والتوجيه إلى شيء محدد عن طريق التلاعب بالعواطف والمشاعر. هتلر فاش بغى يسيطر بحزبه على الشعب الألماني جاب واحد العبقري سميته جوزيف جوبلز، وداره وزير للدعاية وتنوير الرأي العام، وكان طبعا الهدف من هذه الوزارة هو تلميع صورة هتلر وصورة الحزب النازي. وكان أول خطوة دارها هذا الوزير الذكي هي جاب كاع الإعلاميين والشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الألماني ودار لهم برامج إذاعية. والخطوة الأكثر ذكاء هو أنه خفض أسعار الراديو وخلاها في متناول الجميع، حتى يشريها جميع الألمان ويستمعوا للبرامج الموجهة والدعايات التي تبث لتلميع صورة هتلر وحزبه، وهو ما نجح فيه بسرعة هذا الوزير العبقري. هذا الفعل كيتسمى بالتضليل الإعلامي، وكيكون الهدف منه هو توجيه الرأي العام وإقناعه بأن السياسي أو صاحب المال إكس قد حقق إنجازا كبيرا ويجب أن نشكره، وإذا فشل إكس فراه نفس الآلة الإعلامية كتخرج وكتقولنا أن السياسي إيغريك أو المسؤول دوبل في الذي يختلف معه هما السبب. هذه الحكاية طبعا اللي تكلمنا عليها كنحاولوا نسقطوها اليوم على المشهد السياسي بصفة عامة، باش نلاحظوا على أنه الإعلام اليوم كيلعب دور كبير جدا في مجموعة من الدول وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، والإعلام اليوم هو اللي كيمرر مجموعة من المغالطات أو كيمرر مجموعة أيضا من الحقائق. والخطير عندنا في الأمر اليوم في البلاد ديالنا هو على أنه بعض السياسيين كيوظفوا الإعلام لقضاء مصالحهم الشخصية ماشي لقضاء مصالح الوطن، وكيسوقوا به روسهم وكيسوقوا بعض الإنجازات اللي إلى جينا نشوفوها على أرض الواقع كنلقاوها لا وجود لها نهائيا. والأخطر من هذا أيضا هو عندما يوظف الإعلام لضرب الدولة. فالسياسي عندما يوظف الإعلام لمصالح الشخصية، والإعلام عندما يوظف أيضا لضرب مصالح الدولة، هذا هو الخطر الأكبر، وهما وجهان لعملة واحدة، لأن هذا كيخدم مصالح الشخصية وهذا كيخدم أيضا مصالح أخطر من مصالح السياسي. اليوم إلى جينا أيضا ندقوا في المشهد السياسي بصفة عامة والخطاب السياسي بصفة عامة، غادي نشوفوا على أنه هذا الخطاب السياسي اليوم المسيطر في الساحة للأسف الشديد هو خطاب سياسي بائس جدا. واللي بغيت نقول من خلال هذه المداخلة البسيطة هو على أنه راه كاين مجموعة من الثوابت داخل البلاد إلا عرفناها غادي نتهنوا. اليوم كاين الشعار ديالنا والله الوطن الملك، والثابت الذي لا يتغير هو الملكية، ما عدا ذلك هو متغير. فاش باش كنجي أنا ونمرر مجموعة من المغالطات فقط لأنني أخدم أجندة زيد أو عمر، فهذا هو الخطير جدا. هنا يجب أن تخدم مصلحة واحدة هي مصلحة الوطن. وحتى اليوم هذا الصراع اليوماتية اللي كيعطينا انطباع على أننا داخل حلبة للسباق أو داخل حلبة للصراع، وكلها كيدافع عن زيد أو عمر، وكلها كيدافع عن إكس أو إيغريك. اللي خاصنا ندافع عنه جميعا سواء كنا في هذا الخندق أو كنا في هذا الخندق، كنا في هذا الحزب أو كنا في هذا الحزب، هو مصلحة الوطن. ومصلحة الوطن تقتضي أن نحطه كأولوية أساسية، ونعرف على أن الثوابت عندنا لا تتغير، والمتغير ما خصناش نمشي معاه وما خصناش نضحوا معاه وما خصاش يكون هو الهدف الأساسي. اليوم قد يكون عندنا وزير هنايا وغادي يمشي، قدر يكون عندنا رئيس حكومة هنا وغادي يمشي، ولكن
الوطن ثابت، الملكية ثابتة. هذا هو الرهان الحقيقي اليوماتية. لماذا؟ لأنه عندنا اليوم مجموعة من الأزمات كنشوفوها داخل المجتمع ديالنا، داخل الوطن ديالنا. فبدل ما نعالجوها برؤية وتروي وبفكر ونسق رجل الدولة الذي ينظر إلى الوطن فوق كل شيء، كنناقشوها وكنحلوها وكنحاول نحلوها بمنطق السياسي الذي يدافع عن الحزب، الذي يدافع عن التموقع، الذي يدافع عن 2026. الله يجازيكم بخير. 2026 راي في علم الغيب، راي الهي مازالت بعيدة. اليوم هي نحن في هذا في ظل أزمة حقيقية. عندنا مجموعة الأزمات، عندنا أزمة التعليم التي تهدد بسنة بيضاء، عندنا البطالة، عندنا يعني مجموعه من الحوايج اللي باقي اللي مازال يعني تعيق تطور المجتمع، تعيق النمو داخل المجتمع. هذه هي اللي خاصنا ندافعوا عليها برؤيه رجل الدوله، برؤيه الوطن، برؤيه على انه الثابت هو هذا والمتغير هو هذا. والنهار اللي نقتنعوا بهذه الفكره كونوا على يقين على ان الوطن سيتقدم الى الامام. اما الى بقينا نتصارعوا وهذا يدافع عن هذا وهذا يبرر ما لا يبرر، كنقولها وكنأكدها، أحيانا الإعلام وأحيانا بعض السياسيين يبررون ما لا يبرر. الله يهديكم، ما استغباونا، راه المغاربة كلهم فاهمين وعارفين، عارفين أين توجد الحقيقة وشكون كيقول لهم الحقيقة وشكون كيكذب عليهم. فبلا ما نزيدوا عليهم وبلا ما نزيدوا على البلاد ديالنا وبلا ما نزيدوا على الوطن ديالنا.